ولدي العزيز، أحمد الله على نجاحك الباهر والذي جعلني فخورا بك بين زملائي وأصدقائي. لا يمكنك أن تتصور مقدار فرحتي عندما زارني عميد كليتك في مكتبي ليقدم لي التهنئة بنجاحك ونيلك درجة متفوقة. وأنا أمام هذا التفوق وأمام هذا النجاح لا يمكنني أن أقف مكتوف اليدين وأبدد حلمك المشروع باقتناء ذلك المكتب. فما كان مني إلا أن أسرعت إلى القرية وقمت ببيع قطعة الأرض، ثم اشتريت بثمنها المكتب الذي طالما حلمت به. ولدي العزيز، أرجو أن تقبل مني هذه الهدية إلى جانب كتاب المدينة الفاضلة، راجيا من الله تعالى أن تكون فاضلا في حياتك وتخدم الآخرين بإخلاص. والدك سليم عبد الهادي. ملاحظة: يوجد مع الرسالة عقد استملاك المكتب الهندسي. رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك.